حياكم الله مشاهدينا ومستمرين وياكم في برنامجكم صباح الخير يا كويت، من خلال أيضا تسليطنا للضوء على مختلف الفعاليات اللي تقام على هذه الأرض الطيبة. وإن شاء الله أحد هذه الفعاليات فعاليات مهرجان وماراثون التسامح والسلام، وأيضا نبذ العنف الذي ينطلق إن شاء الله بمشيئة الله تعالى في تاريخ 25 من الشهر الجاري، وتحديدا في بيت الكويت للأعمال الوطنية في الشويخ السكنية، علشان نتعرف على هذا الموضوع وغيره من الأمور والفعاليات المتعلقة بنشاط بيت الكويت للأعمال الوطنية. يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه اللحظات إن شاء الله الدكتور يوسف العميري، رئيس طبعا بيت الكويت للأعمال الوطنية. صباحك الخير دكتور يوسف. صباحكم الله بالخير، وصباح الخير على كل المشاهدين، وأتمنى أن أكون ضيف خفيف عليكم. أكيد بلا شك دكتور يوسف، إيش قصة هذا الماراثون والسلام والتسامح ونبذ العنف؟ الحقيقة من منطلق بيت الكويت للأعمال الوطنية، تعرف بيت الكويت هو يوثق ما أصاب الكويت في 92، وبما أن إحنا أصبنا في أكبر كارثة وأبشع احتلال في تاريخنا المعاصر، دائما إحنا بندعو إلى السلام، دائما إحنا بندعو إلى التسامح، وخاصة الآن بعد أن أصيب المجتمع بعنف شديد جدا. يعني نلاحظ كل بين آن وآخر أنه هنالك مشكلة في هذا المجمع وفي هذا المجمع، هنالك عنف في الشارع. فإحنا أردنا أن نعمل مهرجان يعني في تسامح، في نبذ عنف. كذلك أضفنا له أنه إحنا من خلال حملة وزارة الداخلية الكبيرة اللي جمع السلاح، قلنا إحنا طالما إحنا بننبذ العنف وندعو للسلام، بالآخر إحنا لازم نساهم في جمع السلاح. وهنالك تجربة الحقيقة لبيت الكويت للأعمال الوطنية سنة 2005، إحنا عملنا مهرجان خاص في جمع السلاح، والمهرجان هذا الحقيقة نجح نجاح كبير جدا بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالتعاون مع إدارة المباحث الجنائية، وكان حتى في ذلك الوقت بعض الفنانين المصريين حضروا لمشاركتنا في جمع السلاح وحملوا السلاح. صحيح. وكان هنالك إقبال شديد من المواطنين لتسليم السلاح. فإحنا يوم 25 مايو اتفقنا أن نعمل مهرجان وماراثون، يعني إحنا هنبدأ من الساعة 9 الصبح. حلو. إحنا فاتحين في بيت الكويت للأعمال الوطنية من خلال من 9 الصبح إلى الساعة تقريبا 4:30، في فعاليات كثيرة، في ندوات، في عرض أفلام وثائقية، في محاضرات تنبذ العنف وتدعو للتسامح والسلام. من الساعة 4:30 حيكون عندنا ماراثون في مسيرة صغيرة تعبير عن نبذ العنف وعن اقتناء السلاح في البيت، لأنه بشكل اقتناء السلاح بالبيت بشكل خطر. يعني أنت حاطط في بيتك قنبلة موقوتة تنفجر في أي وقت، تعرف الإنسان يعني معرض للغضب في أي وقت، فأنت ابنك ممكن يغضب، أنت تغضب، أي حد في البيت ممكن يكون السلاح في تناول يده. راح نرجع حق الموضوع هذا أكثر بشيء من التفصيل دكتور يوسف، لكن بودي يعني أركز شوي على الماراثون. قلت بأن راح تكون انطلاقته في الساعة 4:30 في تاريخ 25. نعم. نقطة الانطلاق راح تكون من وين وإلى إحنا وين؟ إحنا على البحر، إحنا تعرف بيت الكويت الصف الثاني من البحر في الشويخ الشمالي. صحيح. إحنا هنتجمع الساعة 4:30 من عند البحر. أيه. وحنمشي مسافة، تعرف لأن الجو يمكن ما يساعد عشان إحنا نمشي مسافة طويلة شوية، لكن إحنا في تجمعنا ومسيرتنا المسيرة الصغيرة المعقولة هو عبارة عن تعبير حقيقة، وإحنا من خلالكم ومن خلال برنامج صباح الخير الكويت أنا أدعو الحقيقة كل أبنائنا وكل العائلات، لأنه هذا الماراثون أو هذا التجمع بيهدف إلى هدف سامي وهدف مهم، بأننا إحنا عندنا ثلاث أشياء: نبذ العنف والتسامح والسلام، وعدم اقتناء السلاح أو نبذ اقتناء السلاح في البيت. وهذا شيء مهم نتمنى من الجميع، سواء إحنا طبعا خطبنا الكثير من الجامعات، سواء الجامعات الحكومية أو الجامعات الأهلية، ونتمنى كذلك كشافة والأشبال أنه يعني الكل يشارك، يعني أعمار متفرقة عشان نعرف إحنا يعني نوصل رسالتنا لكل. صحيح. للجميع، يعني خاطب كل شرائح المجتمع تكون معاكم إن شاء الله من خلال هذا الماراثون. بيت الكويت للأعمال الوطنية، هذا البيت اللي تمخض من بعد الغزو الصدامي الغاشم على دولة الكويت الحبيبة،
في ما بين طياته الكثير من الأركان، كثير من المواقع، كثير ما يحكي عن الكويت واللي صار في الكويت أثناء هذا الغزو الغاشم. لما نتكلم عن التوأمة، عملتوا 22 توأمة دكتور يوسف مع كثير من البلادين، وكان هناك زيارات لكم مع هذه الشعوب وتعاون جدا جميل. بعيدا عن السياسة، ليش اخترتوا المجال أن يكون بعيدا عن السياسة؟ هل لأن ما عشناه أو ما قاعد نعيشه قاعد ياذي شوي ثقافتنا، واقعنا، مجتمعنا، حياتنا؟ إحنا الحقيقة عندنا في بيت الكويت مثل ما قلت في بداية كلامي، نحن بندعو للمحبة وندعو للسلام، ونتمنى أن يكون يعني 2/8 هو آخر المشاكل مع جيراننا، وأن جيراننا نحن نجلهم ونحترمهم، ونتمنى أن نعيش كلنا في سلام. صحيح. البيت الكويتي وثق واتفق مع 22 دولة في توأمة، وهذه التوأمات الحقيقة مهمة جدا، يعني إنجاز، تعتبر إنجاز كبير. صحيح. لبيت الكويت، لأنه هذه التوأمة فيها نص وايد مهم، وهو أنه هذه التوأمة تسمح لنا بأن نقيم أجنحة دائمة في هذه الدول. حلو. وهذا إنجاز الحقيقة، يعني المفروض الدولة هنا تستفيد من هذا البند اللي موجود في اتفاقياتنا، ويعني إحنا عملنا في بلغاريا وعملنا في السنغال، والآن إحنا قاعد نجهز، قطعنا شوط كبير في لندن. هذه التوأمة التي هي تسمح لنا بأن نعمل جناح عن دولة الكويت ودائم، لأنه كثيرين يقول دائم، يقول نعم دائم، لأنه إحنا وهم يعني بالأحرى عندهم أجنحة عندنا. صحيح. يعني كل دولة وقعت إحنا معطينها جناح في بيت الكويت، فإحنا بالآخر بنعمل أجنحة عندهم، وهذا هذا السيستم اللي إحنا عملناه حقيقة مفيد لدولة الكويت، لأن إحنا ما نتكلم عن الغزو فقط، نحن صحيح. نتكلم عن تاريخ الكويت وعن حضارة الكويت، يعني إحنا الكويت. ثقافة الكويت مثل ما تفضلتي، إحنا بالآخر بنعمل جناح مهم، وإحنا شايفين اليومين من أمس مثلا، ويعني وسائل الإعلام ورتنا أن الكويت يعني عاملة جناح إكسبو، وجناح مهم. صحيح. وجناح حضاري، وجناح يعني يرفع من شأن الكويت ثقافيا. فإحنا كذلك من خلال هذه الأجنحة الصغيرة بهذه الدول نقدر نستطيع أن نوصل رسالة مهمة جدا بحضارة الكويت وتاريخ الكويت. أكيد دكتور، ويمكن حتى يعني أكد على هذه النقطة، وتصور توافقني فيها، أن يعني تقاس ثقافة وحضارة أي شعب من الشعوب بمقدار طبعا اهتمام أيضا أبناء وطنه في مثل هذه المراكز التي توثق وتؤكد على ثقافة وعلى تاريخ هذه الأرض. لكن بعيد يعني عن المشاركات الخارجية، بس بودي يعني أخذ منك طبعا عنوان بيت الكويت الوطني، أو بيت الكويت للأعمال الوطنية، عنوانهم وين موجود بالضبط حتى المشاهد يتفاعل وياكم أكثر، وأيضا يتفاعل مع الأنشطة اللي تقومون فيها. بيت الكويت الأعمال الوطنية هو في شويخ الشمالي، إحنا خلف منزل سمو الشيخ ناصر المحمد. نعم. هنالك فلل لجمعيات النفع العام، إحنا ثالث فلة يعني بجوار المسرح الشعبي، مقابل وزارة السلامة. النفط تصور بعد، مقابل وزارة النفط، يعني الواحد اللي على في هذا الأريا في هذه المنطقة. نعم. إحنا متواجدين هناك، وإحنا بنشتغل طول الأسبوع ما عدا يوم الجمعة. عندنا دوامين، الصبح من الساعة 8:30 إلى الساعة 1، وبعد الظهر من الساعة 4:30 إلى الساعة 8:30، يعني خلال كل الأسبوع. وبما أن يعني أكثر المتواجدين في بيت الكويت متطوعين، فإحنا صحيح. بنريحهم يوم الجمعة، ونستأنف دائما ضروري. يوم السبت يعني شو نسوي، لأن أنا تعرف ما عندنا موظفين، مع أن المفروض يوم الجمعة نفتح، لأن عطلة الناس، وهذا متحف لازم يتم استبدالها. بس دكتور يوسف يعني العطلة، عطلة المتطوعين، ولو أنه يعني الواحد يعني يطالب بأكثر. نعم. لكن لو يكون غير يوم الجمعة، لأن مثل ما أنت قلت يعني هي عطلة نهاية الأسبوع، فالناس طبعا تتفاعل أكثر في والله شوف يمكن. الآن إحنا في بيننا وبين المجلس الوطني عمار. أيوه. وبيننا وبين المجلس الوطني، يعني الآن بدأ المجلس الوطني يلتفت إلى هذا البيت الحقيقة. صحيح. وأنا وجه تحية للأخ بوسارة علي اليوحة. الآن يعني في ترتيبات إن شاء الله جديدة، وباعتقادي من خلال هذه الترتيبات إحنا حيكون عندنا الأسبوع فل كامل. صحيح. لأنه أنا مرة رحت يوم جمعة
فتحت عندي شغل يعني لقيت وايد ناس يجون يعني فهذا لفت انتباهي انه فعلا لازم احنا نفتح يوم الجمعه ونبدا فيه. دكتور يوسف، يمكن وجود اجنحه داخل بيت الكويت للاعمال الوطنيه ل 22 دوله تقريبا عملتوا معها توأمه، دول اخرى مشاركه ايضا، اضافه الى ما يحكي قصه الكويت اثناء الغزو صدام الغاشم، اتوقع يمكن ضاج المكان، واتوقع لازم يكون هناك فرع اخر او مكان اخر يحتوي ايضا اجنحه اخرى حتى يكون هناك توسعه لهذا البيت. فاللي عرفناه انه راح يكون هناك مبنى اخر ان شاء الله راح يكون الى جانب المبنى الرئيسي، فشنو الترتيبات اللي قاعد تصير معاكم دكتور يوسف بخصوص هذا الموضوع؟ الحقيقه من خلال اهميه هذا البيت وكل سنه عن سنه ياخذ اهميه، واحنا الان لو حطيتي على جوجل وكتبتي بيت الكويت عندنا انشطه كبيره جدا وكثير من دول العالم تحترمنا وتقدرنا. الدوله مشكوره خصصت لنا قطعه ارض في منطقه قرناطه على اساس نعمل متحف، وانا عملت يعني فكره جديده وهو سميتها بيت الكويت للاعمال الوطنيه وملتقى الحضارات، لانه احنا في مبنانا الجديد بنتكلم ليس عن الغزو فقط، احنا بنتكلم عن تاريخ الكويت وعن حضاره الكويت. فمن خلال هذا، لكن طبعا احنا عندنا ما زال في عقبات اللي هي التموين وبناء الـ هذا المكان. الان مشكورا المجلس الوطني للثقافه والفنون يعني انقاذا يعني للوقت وللكلام اللي تفضلت فيه، وهو انه هنالك كثير من الدول بدات تعمل ابجريد للاجنحه فعايزه اوسع، فعملوا لنا الان يعني صاله كبيره جدا وحيكون في توسعه لبيت الكويت وقاعدين يشتغلون فيها ان شاء الله خلال فتره وجيزه حتكون هذه الصاله جاهزه، لانه كذلك في بعض الدول التي شاركت في تحرير الكويت مثل المانيا وغير المانيا. صحيح. يعني احنا عندنا 22 دوله وهم 33 دوله. صحيح. يعني في تقريبا 10 دول قاعد تطالبنا بالحاح، ايش معنى دول واحنا لا. يعني الان قاعد ان شاء الله في 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 التوسعه الجديده راح يكون لهم يعني يكون لهم يعني دور ومكانه مهمه، وهذا يعني بداوا حتى الدول بتجمع ما بين ما عملت في تحرير الكويت وبنفس الوقت تشرح حضارة هذه الدولة. فالزائر اللي يروح يعني اللي يشاهد في بيت الكويت قاعد يتشبع بثقافات دول كثيرة وياخذ معلومات عن هذه الدول. حلو، وايد حلو. لو بنتكلم دكتور يوسف عن الأنشطة، أنشطة بيت الكويت الأعمال الوطنية قلت لي كثيرة ومتنوعة، ومن ضمنها الماراثون اللي راح يقام في القريب، أيضا المستقبل القريب شو راح يكون أيضا من خلال نشاطاتكم؟ احنا الحقيقة يعني عندنا دائما باستمرار، احنا يعني انا اكتف على طول يعني باستمرار احنا بنعمل، ودائما احنا بنلتفت الى انه نعمل احنا مهرجانات او اي شيء مفيد للمجتمع وبننظر الى قضايا المجتمع. صحيح. يعني احنا من خلال الصاله اللي انا تكلمت عنها، الصاله الجديده، عاملين برنامج اللي هو عندنا برنامج كامل عن مكافحه المخدرات، وانت افه كبيره انتشرت في الكويت، عندنا نبذ الارهاب والعنف اللي حيحصل، عندنا المرور الاسفلت اكل اولادنا الحقيقه. صحيح. بشكل عجيب جدا، وانا يعني عندي ملاحظه وهي حكايه التلفون، مع الاسف ان الان كثيرين وهو يسوق بالتلفون قاعد يعطي مسجات ويطلع على شيء مؤلم، 80% من حوادثنا من خلال التلفون مع الاسف. يعني عندنا برامج، عاملين لنا برامج على اساس نبدا في اكتوبر وننتهي في مايو. كذلك في عندنا احنا انشانا البيت الكويتي للصداقه والسلام مع شعوب العالم، وهذا البيت من خلال ما وقعناه من اتفاقيات لفت انتباهنا انه احنا، وانا رئيس لجنه الصداقه الكويتيه الصينيه، فلما رحت الصين وجدت المبنى اللي انا وقعت فيه البروتوكول مكتوب عليه اللجنه الصينيه للصداقه مع شعوب العالم. وهذه البيت الكويتي للصداقه والسلام مع شعوب العالم هو يمثل الدبلوماسيه الشعبيه. صحيح. وردا على كلامك انه ليش انتم ابتعدتوا عن السياسة، احنا اخترنا في البيت الكويتي للصداقة والسلام مع شعوب العالم الثقافة والتاريخ، السياحة والسفر، التجارة والاستثمار، التعليم والصحة. هذه المكونات الأربعة نحن بنعمل بتسويق بلدنا، وبنفس الوقت بنعرف الشعب الكويتي على حضارات والتاريخ
والسياحة في هذه الدول. انضم إلى هذا الكيان لحد الآن 28 دولة، يعني ما كنا نتوقع، احنا مجرد ما طرحنا الفكرة لقينا 28 دولة وافقت أن تنضم في هذا الجروب. كذلك احنا عملنا لازم يكون في الجروب هذا في عناصر تستطيع أن تسوق هذا الفكرة بشكل جيد. لحد الآن عندنا أكثر من 65 مواطن ومواطنة انضموا لهذا الجروب، وكلهم من خيرة نساء ورجال الكويت في هذا البيت الكويتي للصداقة والسلام. كلام طيب دكتور، يعني ما في شك في طبعا دور بيت الكويت للأعمال الوطنية في مثل ما قلنا في توثيق يعني كل شيء له علاقة بتاريخ وتراث هذه الأرض الطيبة، لكن أيضا يعني يمكن من خلال دوركم في يعني تقويم السلوك المجتمعي بالنسبة لظاهرة المخدرات أو العنف الأسري أو أيضا حتى عنف الشوارع، ويعني مثل ما أنت قلت ضحايا الشوارع، أبي الخطاب الإعلامي اللي يحاول بيت الكويت للأعمال الوطنية أن ينتهجه، خاصة بأن الجيل الحالي يعني صعب أن أنت تخاطبه باللغة السابقة اللي إحنا تخاطبنا فيها، أن هذا حرام أو هذا حلال أو هذا يجوز أو هذا ما يجوز. أنت أمام جيل حالي صعب أن أنت تخاطبه بتلك الكلاسيكية القديمة، فبالتالي شنو وجهة نظرك؟ إحنا طبعاً طرحنا هذه الأفكار أنه حيكون في تعاون بيننا وبين وزارة الإعلام وبيننا وبين وزارة الداخلية، وفعلا أنت مثل ما تفضلت الآن أنت لازم تخاطبه بعقليته في 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 وسائل الموجودة، في وسائل الحديثة، في وسائل التواصل الموجودة. ما في شك أنه إحنا يعني عندنا هذه الخطة التي هي ممكن يعني نتماشى مع، لأن إحنا كذلك كل عندنا أولاد، كل واحد عنده أولاد ويعرف بالضبط كيف يوصل لأولاده رسالة مقنعة يستطيع بالآخر أن تحقق نتيجة. فإذا استطاع أن يؤثر على أولاده ويوصلهم إلى منطقة يعني جيدة، أعتقد أنه هيستطيع أن يوصلها للمجتمع من هذا المنطق. لكن أنا أتمنى إنه كلنا نتعاون، لأنه إحنا الحقيقة بمر في مشاكل كبيرة جدا. يعني هذه آفة الحبوب والمخدرات اللي إحنا كل يوم قاعد نشوفها من خلال وسائل الإعلام، صادوا 500,000 حبة، 200,000 حبة، مش عارف، كل هذا طبعا يعني تحتم علينا. وأنا كذلك ماني شايف إنه المجتمع المدني، يعني مع الأسف يعني وأنا ناشط المجتمع المدني، أنا بودي مو بس بيت الكويت للأعمال الوطنية، أنا ودي كل المجتمع المدني يساهم بمحاربة الآفات هذه، سواء إذا كانت مخدرات أو إرهاب أو سلوكيات، يشارك فيه المجتمع المدني يعني صحيح. على أساس نقدر بالآخر نطلع إلى نتيجة جيدة يعني. يا رب العالمين، يعني بيت الكويت للأعمال الوطنية، بيت الكويتي للصداقة للسلام، نبذ العنف، نبذ كل ما هو سيء في المجتمع، في كل المجتمعات. نتمنى إن شاء الله تزورون هذا البيت وتشوفون الأجنحة اللي موجودة فيه، تعيشون أجواء جدا جميلة من خلال ما وجد فيه من مقتنيات تكون نادرة جدا. تحكي الغزو الصدامي، تحكي الدول اللي شاركت وساهمت وكانت صديقة حليفة للكويت أثناء ذيك الحقبة، نذكرها ما تنعاد يا رب العالمين. نتمنى إن شاء الله دائما التوفيق لكم دكتور يوسف العميري، تمتعون بنشاطاتكم المتميزة. إن شاء الله. شكرا لك وخليك يا رب. الله يسلمك، نورتنا في برنامج صباح الخير الكويت، وإن شاء الله راح نتابع وياكم أيضا هذه الفعالية اللي راح تتم إن شاء الله في تاريخ 25 إن شاء الله. أكيد إن شاء الله بنستمع العليم، بنروح حق